عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أنه قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق من الأهوال التي لهم فيها المضر والمنفعة. ثم قال عليه السلام: وإنما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عز وجل، والأخرى للحوائج والإعذار والإنذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد. ما يدفعني في هذا اليوم لإثارة قضية صلاة الجمعة وخطبتيها أمران. الأمر الأول هو ما دأب عليه البعض للأسف من التشكيك المتواصل في شرعية إقامة صلاة الجمعة عندنا هنا في الكويت. كان الأمر موجوداً بعد كل البيان والتفصيل والشرح والكتابة والاستفتاء في هذا المجال، ما زال البعض يطرح حقيقة من دون أساس علمي ومن دون أن يمتلك دليلاً على قوله يمكن الوثوق به، بل الدليل قائم على خلاف قوله. البعض ما زال يثير بعض التشكيكات وبعض الإشكالات حول إقامة صلاة الجمعة. هذه النقطة أريد أن أعالجها هنا على شكل سريع، وقد عالجتها بشكل مفصل قبل أن نقيم صلاة الجمعة قبل سنوات. الأمر الآخر هو الحديث قليلاً حول ما يطرح من منبر الجمعة، سواء كان من خلال صلاة الجمعة أو من إقامة صلاة الظهر جماعة وخطبة يوم الجمعة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، صحيح أن فقهاءنا المعاصرين لم يتفقوا على أن صلاة الجمعة متعينة واجبة وجوباً تعيينياً، صحيح أنهم ما اتفقوا على ذلك، بمعنى صحيح أنهم لم يقولوا أنه لا يجوز لك أن تقيم غير صلاة الجمعة، ولكنهم قالوا على مشهور فقهاءنا المعاصرين بالوجوب التخييري. ما معنى الوجوب التخييري؟ يعني يجب عليك في يوم الجمعة في هذا العصر أن تصلي إما صلاة الجمعة وإما أن تصلي صلاة الظهر، هذا واجب وهذا واجب، أيهما أديت فقد أسقطت عن نفسك التكليف. هذا هو المشهور، وإن كانت هناك فتوى بالتعيين إن صلاة الجمعة متعينة، لكن المشهور أنها واجبة وجوباً تخييرياً مع أفضلية إقامتها. المستحب أن تصلي الجمعة فضلاً عن أنها واجبة وجوباً تخييرياً، هي مقدمة ومفضلة على إقامة صلاة الظهر. ومن أراد فليراجع الفتاوى في هذا المجال، وقد استفتينا قبل عدة سنوات في هذا المجال عدة من مراجعنا المعاصرين، والاستفتاءات موجودة، من أحب أن يراجع موجودة عندنا، ووزعناها أيضاً بالمئات خلال السنوات الماضية. بلحاظ ذلك حقيقة أنا أريد أن ألقي الكرة في ملعب الآخرين. أنا أتمنى من أئمة المساجد عندنا في الكويت ممن يعزف عن إقامة صلاة الجمعة، أتمنى عليهم أن يعيدوا دراسة الموضوع، أن يعيدوا النظر في عدم إقامة هذه الصلاة المباركة الواجبة المستحبة في تفضيلها على صلاة الظهر في عصر الغيبة. أتمنى عليهم أن يعيدوا قراءة المسألة من الناحية الشرعية، وأتمنى عليهم أن يعيدوا مباحثتها فيما بينهم من أجل أن يختاروا الاختيار الأسلم الأوفق
الأكثر بركة بالنسبة إلى إقامة الصلاة في يوم الجمعة، وأتمنى منهم أن يزيلوا التشكيكات والإشكالات العالقة في أذهان الناس مما لا أساس شرعي له في خصوص إقامة صلاة الجمعة في هذا العصر وفي هذا المكان في الكويت. وكثير منكم يعلم بأن هذه الصلاة تقام الساعة، تقام في بلدان كثيرة، تقام في المنطقة الشرقية، تقام في البحرين، تقام في قطر، تقام في الإمارات وفي عمان، تقام في أوروبا بأجمعها، حيثما يصلون الصلاة يوم الجمعة يصلونها جمعة، تقام في أمريكا، تقام في أستراليا، تقام في العراق، تقام في سوريا، تقام في لبنان، أينما حللت تجد أن صلاة الجمعة مقامة. وكثير منكم أيها الإخوة في زيارتهم للمراقد المقدسة سواء في العراق أو في إيران أو في سوريا صلاها صلاة جمعة ركعتين وخطبتين. نعم الكويت غير، لما ندخل الكويت تصير المسألة مختلفة تماما وتبدأ التشكيكات والإشكالات. طيب مو الكل يصليها، وهم وكلاء المراجع أيضا يصلونها، واللي يحب الأسماء أعطيه الأسماء أزودهم. أحد العلماء الأعزاء علينا من الهند بعضكم التقى فيه يقول أنا من 27 سنة، هالكلام قبل سنتين يعني الحين 29 سنة، يقول أنا أصلي صلاة الجمعة في الهند. يعني الهند صارت دولة إسلامية قائمة بأمر المعصوم عليه السلام حتى يجوز هناك صلاة الجمعة، وهو وكيل المراجع هناك. وهنا في الكويت المسألة مختلفة، أمر غريب حقيقة. إذا كان البعض حقيقة يستشكل ببعض الإشكالات التاريخية، مثلا أثير مؤخرا أن شلون تصير صلاة الجمعة والإمام المعصوم عليه السلام ما صلاها، شلون تصير نصلي صلاة الجمعة وطول عمرنا في الكويت ما شفنا أحد يقيم صلاة الجمعة. أقول إجابة على ذلك، هذه أسئلة تبحث عن إجابة عندك أو عند الغير، بالنتيجة هي مجرد أسئلة لا أنها معوقة عن إقامة صلاة الجمعة من الناحية الشرعية، لأن الفقيه عندما يبحث المسألة يبحثها من كل جوانبها، من القرآن الكريم، من الحديث، ويبحثها أيضا في الجانب التاريخي من خلال فتاوى الفقهاء، ثم بعد ذلك يقدم الفتوى. فأنت وفق تقليدك ترجع إلى هذا المرجع، فعندما يقول واجبة وجوبا تعيينيا أو تخييريا وهي أفضل من صلاة الظهر، تلك التشكيكات إذن يجب أن تزول، والأسئلة نبحث عن إجابة لها. هل فعلا الإمام المعصوم عليه السلام لم يصلي الجمعة؟ من يقول ذلك؟ من يقول ذلك؟ هل فعلا بالكويت لم تكن هناك صلاة جمعة قبل أن نقيمها في هذا المسجد؟ لا، كانت موجودة. الأخوة البحارنة من سنين هم يصلون صلاة الجمعة، ما هم من الشيعة يعني؟ ما عندهم فتوى في هذا المجال؟ لاحظ هالحديثين، أنا أعطيك نموذجين من الأحاديث، شوف الإمام عليه السلام شلون يوجه شيعته إلى صلاة الجمعة. عن عبد الملك بن أعين أخو زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال، الإمام يقول له مثلك، واحد مثلك بمكانتك، معرفتك، إيمانك، تدينك، مثلك يهلك يعني يموت، مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله، يصير يلك الموت وانت مو مصلي الجمعة إلى الآن. قال قلت كيف أصنع؟ قال صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة صلوا، ما يصير تتركون هذه الصلاة. عن زرارة بن أعين قال حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، يعني نروح نصلي وراء الجمعة، فقلت نغدو عليك؟ قال لا، إنما عنيت عندكم. وزرارة من أهل الكوف، هناك صلوا، وين ما تكونون صلوا، أقيموا الجمعة. ليش كانوا الجماعة يعني عندهم إشكال في صلاة الجمعة؟ لأنها كانت تقام من قبل الخلافة، وهذا من يوقف يدعو للخليفة، ثم قد تصدر منه أمور خاصة أيام الدولة الأموية ضد أهل البيت عليهم السلام،
أو فيها لعن أو فيها كذلك، كشوا شيعة أهل البيت من إقامة صلاة الجمعة. الإمام يقول لهم لا، تروحون وتصلون، تروحون وتصلون الجمعة، لا يكون واحد منكم يتوفى مع عمره صلى صلاة جمعة واحد. بهذا الشكل هناك حث وحرص على صلاة الجمعة. معقول الإمام اللي يأمر واللي يحذر واللي يقول يصير واحد مثلك مو مصلي الجمعة يكون هو مو مصلي الجمعة؟ يصير؟ ما يتعارض هذا مع دعوته؟ على كل حال ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية فيما يخص خطبتي الجمعة أو خطبة يوم الجمعة إن صليت كظهر، ما في صلاة أخرى غير صلاة الظهر يوم الجمعة حولت إلى ركعتين من أجل خطبتين. يعني الله سبحانه وتعالى يعفينا من ركعتين من الصلاة، يقول أبي بدالهم خطبتين، أبي تسمعون كلام، أبي تسمعون نصيحة، أبي توتعون، أبي إنكم تعرفون إيش قاعد يصير عليكم، أبي إن تعرفون الأمور اللي تهمكم سواء على مستوى سياسي اجتماعي عقائدي أيا كان. يجب أن تسمعوا كلمة النص، يجب أن تعرفوا كلمة الإسلام، لأن أكثر الناس لا يلتقون في مثل هذه المنابر الإيمانية إلا يوم الجمعة، خلال الأسبوع انشغالات كذا. الله سبحانه وتعالى يريد نهار الجمعة إلى الظهر، من الصبح إلى الظهر، هذا خاص بالأجواء الإيمانية. ولذا مكروه السفر إلى إقامة صلاة الجمعة والانتهاء منها، مكروه السفر، يبي هذا الوقت يكون مخصص لله للعبادة إلى آخره. فبالتالي ما عندنا صلاة مثلها في خطبة. هذا يبين أهمية الكلام الذي يجب أن يبرمج لإلقائه في يوم الجمعة. الإمام الرضا عليه السلام بيّن أسس خطبة يوم الجمعة، هذه الأسس يجب أن تراعى. الإمام الخميني رحمة الله عليه عنده كلمة رائعة جدا يفسر فيها ويفصل فيها ما ذكره الإمام الرضا عليه السلام. ينبغي أن يكون الخطيب بليغاً مراعياً لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية من التعقيد، لأن الكلمة يجب أن تصل إلى الكل، عارفاً بما جرى على المسلمين في الأقطار سيما قطرة، عالماً بمصالح الإسلام والمسلمين، شجاعاً لا يلومه في الله لومة لائم، صريحاً في إظهار الحق وإبطال الباطل حسب المقتضيات والظروف. أيضاً يدرس الوضع، الكلمة التي يطلقها يطلقها عن مسؤولية. ثم يقول أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال التي لهم فيها المضرة أو المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش والمعاد والأمور السياسية والاقتصادية مما هي دخيلة في استقلالهم وكيانهم وكيفية معاملتهم مع سائر الملل، والتحذير عن تدخل الدول الظالمة المستعمرة في أمورهم سيما السياسية والاقتصادية المنجر إلى استعمارهم واستثمارهم. وبالجملة الجمعة وخطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين كسائر المواقف العظيمة مثل الحج والمواقف التي فيه والعيدين وغيرها. ومع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمة السياسية فيها وفي غيرها من المواقف السياسية الإسلامية. هني عاد البعض يقول بتدخلونا بالسياسة، المسجد شكو بالسياسة. لا، القضية مو بهالصورة اللي أنت تتوقع إن منبر الجمعة لابد أن يتحول إلى منبر تجريح وطعن وكذا وكذا. الحديث في القضايا السياسية هذا إحنا الآن سنوات من خلال هذا المنبر الحمد لله نطلق ما نطلقه من أحاديث حول القضايا السياسية المختلفة فيما يخص الوضع الداخلي وفيما يخص الأمة الإسلامية عموماً أو الوضع العالمي حتى، ما صار أي إشكال. لماذا؟ لأن عليك أن تفهم أن عرض مثل هذه القضايا وطرح مثل هذه القضايا يكون عندما يكون طرحاً علمياً يقدم الحل، عندما يكون نقداً علمياً يحاول أن يضع اليد
على الجروح التي يئن منها المجتمع، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو التربوي أو الثقافي أو الديني. عندما تضع يدك على الجروح وتقول هنا نحن نعاني فلنتساعد من أجل أن نحل المشكلة، هل في هذا إشكال؟ هل يمانع أحد من مثل هذا الطرح؟ فالطرح السياسي لا يعني فقط أنك أنت تأتي تتكلم كما يتكلم البعض مثلاً في بعض الدواوين أو في بعض المجالات التي يشعر بأنه يملك فيها حصانة للحديث فيها بما شاء ويعرض ويشتم وكذا. أبداً، الحديث في هذه المجالات يمكن أن ينطلق من أجل معالجة علمية دقيقة حكيمة للوضع القائم في المجالات المختلفة. أيضاً هذه الخطبة يجب أن تقوم بتقديم الموقف الإسلامي، هذه نقطة جداً مهمة. الإنسان أمام أحداث كثيرة يريد أن يعرف ما هو موقف الإسلام، ما هو موقف القرآن، ما هو موقف النبي ومدرسة أهل البيت عليهم السلام من هذه القضية الفلانية. قد يكون تحدي عقائدي، قد يكون تحدي أخلاقي، قد يكون تحدي سياسي، قد يكون تحدي أمني. ما هو موقفنا الشرعي؟ ما هي الكلمة المسؤولة التي نطلقها أمام الناس كمتدينين، كمسلمين، كتابعين لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ منبر الجمعة مسؤول، لأن الناس لا يأتون عادة إلى منبر ديني إلا في يوم الجمعة، ومنبر الجمعة مسؤول عن تقديم الموقف الإسلامي الحكيم والواعي في هذا المجال. أما الانعزال عن هذه القضايا فما يخدمنا، ما يخدمنا أن ننعزل ونسكت وما نتكلم ولا نبين ولا نوضح. مسؤوليتنا أن نبين، ومسؤولية الناس أن يبينوا. من الواضح أن طرح هذه القضايا تستدعي من إمام الجمعة أن يعمل على تحصيل عدة أمور. الأمر الأول، المتابعة الدائمة للتحديات الفكرية والثقافية والأخلاقية المستجدة ومعالجتها بعيداً عن الانفعال، معالجة علمية حكيمة. الأمر الثاني، متابعة حثيثة لأحداث الساعة، ما يحصل في البلد وما يحصل خارج البلد، خبراً وتحليلاً. تنويع مصادر المطالعة في المجالات المختلفة وليس فقط في المجال الديني. الاستئناس بآراء أهل الاختصاص في المجالات المختلفة. اسأل مسألة ترتبط بالقانون، اسأل قانونيين، مسألة ترتبط بالسياسة، اسأل ناس مختصين في هذا المجال، مسألة ترتبط بالتربية وعلم النفس، اسأل المختصين، وهكذا كي تنضج الخطبة عندما تقدمها. خامساً، تجنب طرح القضايا النظرية البحتة أو القضايا البعيدة عن اهتمام الناس أو المعالجات غير الواقعية، معالجات لا يمكن تطبيقها على الأرض. سادساً، عدم الاستغراق في طرح القضايا التاريخية، وهذه مشكلة عندنا في منبر الجمعة للأسف، الاستغراق في طرح القضايا التاريخية لتبقى في بوتقة التاريخ، مجرد عرض لما حصل في التاريخ وشوية تحليل نقطة عند نهاية السطر. القرآن الكريم عند منهج في عرض التاريخ، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني تشغل مخك مع القصة التاريخية مع الحدث التاريخي، تنطلق لمعالجة وضعك، لقراءة وضعك، تحليل وضعك، بحث عن الحلول، لا تقع في الخطأ مجدداً. وهذا اللي أكد عليه أمير المؤمنين عليه السلام في بداية وصيته للإمام الحسن عليه السلام مما عرضناه مسبقاً، راجعوها في نهج البلاغة. يؤكد الإمام إن إحنا كفيناك التجارب، الأمم السابقة قرأت تجاربها فجنبت نفسي الوقوع فيما وقعوا فيه من أخطاء. أود أيضاً أن أؤكد هنا على مسألة الابتعاد، ضرورة الابتعاد عما يثير الفتن، ضرورة الابتعاد عما يحرض على الفرقة. وبتعبير الإمام الباقر عليه السلام، لا تحمل الناس على أعناقنا، لا تقولون شيء تخلون الآخرين يتسلطون عليكم يمسكون عليكم حجة. شوفوا أنتوا إيش قلتوا، لا تحملوا الناس على أعناقنا. هناك الكثيرون يتربصون بنا الدوائر، فيما تطرح يجب أن تكون مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. راح يملكون ورقة عليكم ومبرر فيسبوا الله عدوا بغير علم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. هذا هو هدف الإسلام، هدف القرآن، هدف أمير المؤمنين، الهداية. مسألة أنت في معركة صفين أمام سيوف مرفوعة في وجهك، الإمام يقول ادعو لهم بالهداية، خل الله يشرح صدرهم، يمكن يبتعدون عن الغواية، يمكن يقربون منكم، يمكن يعرفون الحق، يمكن جاهلين للحق يكتشفونه. بهذا الصدر الرحب نتعامل. البعض يتصور أن المسألة مسألة عرض عضلات أو كذا، أو أهم غلطوا وحن يكون نغلط. لا أبداً، القضية مو بهالشكل. الأساس الهداية، الهداية أينما تحققت، تحققت بالكلمة الحسنة، تحققت بموقف قوي، تحققت حتى لو بالاستهزاء أحياناً كما فعل النبي نوح عليه السلام. إذا استهزأوا به وأصروا على الاستهزاء يمكن أن نلجأ إلى الاستهزاء بهم، ولكن الذي يحدد الموقف والكلمة هو الهداية. أين تتحقق الهداية؟ من جانب آخر، فإنني أدعو الأخوة المصلين أيضاً في المساجد المختلفة إلى التواصل مع أئمة المساجد، حثهم على مثل هذه الأمور. وإذا للأسف كما نعرف بعض المساجد أئمتهم يعني يصلون بدون خطبة أصلاً، يصلي ويمشي، وهذه مصيبة، يصلي ويمشي. أتمنى من الأخوة أن يحثوهم على الاهتمام بالخطبة، أن تكون الخطبة متوافرة على مجموعة من المميزات التي ذكرنا بعضاً منها هنا. وإذا كان إمام الجماعة غير قادر يوم الجمعة يقدم كلمة، فليعطي المجال لشخص آخر. المسألة مو مسألة مكان يحجزه وتنتهي المسألة، إنه هو يكون يصلي يصلي، لا، عطي المجال لغيرك، افسح المجال لمن يستطيع أن يعظ، لمن يستطيع أن يقدم الكلمة المسؤولة للناس. الاهتمام بمسألة الاستماع إلى الخطبة. البعض يأتي متأخر يقول ألحق على الصلاة، أنا أديت صلاة الجمعة أو أديت صلاة الظهر، بس تخلص صلاة الظهر شال تربته صلى العصر ومشى. أكو خطبة أو أكو خطبتين، استمع. الله يبيك أنك أنت تحضر، الله استبدل ركعتين بخطبتين. ما تبي تحقق الإرادة الإلهية؟ حققها. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته. أخيراً أقول: تنوع وسائل الإعلام والاتصالات تحملنا جميعاً مسؤولية نشر خطب الجمعة. خطب يوم الجمعة انشروها، التي ترون فيها مصلحة انشروها للناس بأسهل طريقة اليوم تقدر توصل، لا تحكرها في جدران المسجد وفي إطار من حضر وصلى. هذه مسؤولية، ومسؤولية الفضائيات أيضاً أدعوهم إلى أن يذهبوا إلى المساجد أيام الجمعة ليسجلوا ويبثوا الخطب من أجل أن يستفيد الناس بأكبر شكل ممكن. اللهم وفقنا لمراضيك.